السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يعود بالأساس إلى ذلك الاندماج التاريخي، جمعية الحليب. وما أدراك ما جمعية الحليب؟ مركزية الحليب، سنترال ليتير اللي كانت توزع الحليب وتوزع اللاعبين، والاندماج مع الكتيبة الرجوية بأسماء مهمة جدا كلا الفضل في بروز الراجا وهيمنة الراجا في السنوات التسعينات. بعد الاندماج التاريخي، نعم، الدغاي والشاذلي وانا يعود بالأساس إلى ذلك الاندماج التاريخي، جمعية الحليب. وما أدراك ما جمعية الحليب؟ مركزية الحليب، سنترال ليتير اللي كانت توزع الحليب وتوزع اللاعبين، والاندماج مع الكتيبة الرجوية بأسماء مهمة جدا كلا الفضل في بروز الراجا وهيمنة الراجا في السنوات التسعينات. بعد الاندماج التاريخي، نعم، الدغاي والشاذلي